طيب من بين الاستفسارات اللي دائما ترد او يتداولها الاعلام والشارع الرياضي، من المسؤول الاول على المنتخب السعودي؟ لا اعلم انا كما عضو في المجلس، ما ادري. انا بالنسبه لنا الان المسؤول عن المنتخب الاولمبي في المجلس الاستاذ صالح بن خان، المسؤول عن الفئات السنيه الاستاذ خالد الزيد. المنتخب الاول، المنتخب الاول اللي يظهر لنا انه الاستاذ زكي الصالح، انا كنت موجود اول، والان جاء الدكتور عبد الرزاق في فتره من الفترات، والان مباشره الاستاذ زكي الصالح. لكن مرجعيه ما فيه، ما ادري يعني. المدير المرجعيه الفنيه للمنتخبات ما ندري من هي، ما ندري. طب من اللي اختار التشكيله؟ طبعا المدرب. اذا انت ما تدري من المرجعيه الفنيه او الاداريه، لا لا معناته لا لا، يعني من يقيم العمل؟ من يقيم العمل هذا؟ طبعا اكيد المدرب، هذه ما في شك. طيب في جهاز مستقل ويعمل باستقلاليه. وعلى فكره اللي يجر لك عشان بس تشوف، يعني بقول لك اشياء الان وانا اعرف انها بتحدث في المستقبل بتقول، خلني عشان مثل ما ذكرت يوم اني اقول لنا تسيير اعمال، انا بذكر لك حاجه بشكل سريع ابو حمد. تتذكرون بعد ماليزيا ويوم توقيف اللاعبين الثلاثه اللي طلعوا من المعسكر؟ ايوه، وقالوا ما في لائحه وانها بتطلع بعد اسبوع. الى الان ترى ما صدرت اللائحه. الى الان؟ الى بكره. عشان اقول لك، طبعا عملت اللائحه لكن لم توزع. ليش؟ رفض المدرب المنتخب الاول، قال يرجعون المنتخب. قال لا يعني، لا قال ما يعني ما في داعي توزعونه. طبعا صحيح المدرب اوكي، انا ما افرض عليك شيء، لكن عشان تحمي الاتحاد لازم يكون في لائحه توزع على الانديه، توزع على الانديه. بكره لو صار اي مشكله يقولوا وين اللائحه.